طبعا كلنا بقينا عارفين ان واحد من اهم المشاريع في الوطن العربي الكبير هو تغيير الخطاب الديني وجعله اكثر ليون او دلع ليتماشى مع ما ستغوص فيه الامه من اوحال لن يناسبها ابدا، حكايه الحلال البين والحرام البين. الائمه زمان كانوا اربعه، ابن حنبل ومالك والشافعي وابو حنيفه. الاسلام الكيوت الجديد ائمته ثلاثه، ابن زايد والسيسي وعراب الرؤيه ابن سلمان. انشئت مكاتب تعاونيه تعمل تحت مظله وزاره الشؤون الاسلاميه تثمينا لجهود ولي العهد في محاربه الفكر الضال والتصدي للجماعات الارهابيه، التي اكد عراب الرؤيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بقوله: خطوات إصلاحية وتطويرية شاملة، وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بقيادة وزيرها الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ إلى مواكبة هذه الرؤية الثاقبة. سنقوم بالتعاون البناء المثمر الذي فيه صالح الإسلام والمسلمين بعجل. وزي ما حضرتك سمعت، أفضل من يمثل الرؤية الإسلامية الحديثة ويطبقها عبد اللطيف آل الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللي النهاردة تم تداول مقطع فيديو ليه في مناقشة رسالة الدكتوراه لأحد الطلاب. يبدو أن أجهزة الأمن السعودية من خلال تسريب الفيديو تريد أن توجه رسالة لطالب العلم السعوديين، إيه المنهج اللي لازم يتبعوه فيما هو قادم من دراسات دكتوراه متعلقة بالإسلام. عد الشيخ محمد حسن، هذا اسمه الشيخ ما هو بشيخ، هذا ما يعطون ألقاب ولهم كفو من وصفته بالأستاذ، وهذا إرهابي كبير جدا. أستاذ في البدعة، الله لا ما في البدعة أستاذ، لا تخليك على كيفك، علينا أن هذا خبيث مخبث، ورث للأمة شر مستطير، فرق الكلمة وفتن الناس. مات هالبدع لا يلقبون بألقاب مثل ألقاب الأسوية والأخيار، يعني وصفك له بهالأوصاف يعني ما ينبغي. بإذن الله أبشر معلش. تخيل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في بلاد الحرمين بيقول لا مؤاخذة الشيخ، وبيصف سيد قطب بإرهابي كبير. لما هو يقول الشيخ احنا نقول ايه؟ سيد قطب إرهابي كبير وأستاذ في البدع وخبيث ومخبث. طالب العلم حب يتدارك المصيبة اللي عملها انه يستشهد بسيد قطب اللي كل شيوخ السعودية كانوا بيضعوه في مكانة رفيعة، بس ما بقاش بيتناسب مع السياسة الإسلامية الجديدة. لكن قد فات أوان التدارك. السؤال بيفرض نفسه لعلنا نستفيد. ركز بقى، مين اللي شايف وزير الشؤون الإسلامية أنهم يستحقون أن يقال عليهم أساتذة بملء الفم؟ أنا صاحب ذوق أدبي رفيع. لو كان عبد الحميد حافظ ولا عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش ولا أم كلثوم، يعني مرت مررها، لكن هذا لا. أبشر والله، لا عنده ذوق ولا عنده يعني لا نحسن له. أبشر تحنه على الأسف الشديد. كان إذا كان كده ماشي، الشيخ عبد الحليم أو الشيخ فريد الأطرش أو المجددة الدينية أم كلثوم، دول يستحقوا أن نقول عليهم أساتذة. إنما الفاسق والمتطرف سيد قطب لا عنده ذوق ولا حس. كده وضحت، ده بيتماشى مع الخط الإصلاحي اللي بدأه سليل عائلة آل الشيخ بتعليمات عراب الرؤية. ما هو مش ممكن يقدح من دماغه على رأي سعود القحطاني يعني. وزير الشؤون الإسلامية في ختام كلمته في ملتقى المكاتب التعاونية من الثورات المسماة كذبا وزورا وبهتانا بثورات الربيع العربي، وإنما هي ثورات السامة المهلكة للإنسان العربي المسلم، وإنما هي الخراب والدمار للبلاد والعباد والأخضر واليابس. طيب نحتاج أن نعلم مين ممكن يكون مشارك في الرؤية الإسلامية المجددة دي في الخفاء. يعتقد بعض الخبثاء أن من أشاد بهم الوزير الهمام سابقا يشاركون في هذه الرؤية الجديدة. أثار يعني التعجب أن دولة إسرائيل على ما نعرفه عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم إلى المملكة لأداء فرضهم. إسرائيل، تمعن قليلا بالله عليك، هل ترى فرقا بين احمد حسون بتاع سوريا ومختار جمعه بتاع مصر او عبد اللطيف الشيخ بتاع السعوديه؟ نفس القطعيه ونفس الماكينه النجسه التي اخرجت الثلاثه. ايام الاسلام المهجن بدات في الظهور بقوه ولا غرابه. يقول المثل الصيني: حين يصبح للاقزام ظل طويل فتلك اشاره ان الشمس تغيب. الله غالب.